قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لاميا نتعرف منها على اخبار المرور في شوارع القاهره والمحافظات. يا لاميا صباح الخير. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. وتعالوا مشاهدينا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، ونبتدي من القاهره وبالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي ومكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك برضو هنلاقي كثافات نسبية. ونروح لعند كوبري الجلاء، هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طول على طريق المطار. عند كوبري الحدايق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الموضوع عند كوبري أو أعلى كوبري المطارية اللي قادم من الكابلات. خلونا دلوقتي نروح لشوارع محافظة الجيزة ونستعرض الحالة المرورية اللي هناك. نبدأ من شارع فيصل اللي بيشهد كثافات مرورية، وشارع الهرم الرئيسي بيشهد هو كمان تباطؤ في حركة سير السيارات، وده طبعا بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات المرورية في منطقة مشعل وكثافات تانية من شارع العشرين ولحد الطلبية، وفي كثافات للمتجه من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين. نروح لطريق المحور اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة قبل محور ميدان لبنان أو المتجه كمان لمدينة سادس من أكتوبر، هناك في سيولة مرورية. وخليني أفكركم إن في بعض الطرق مغلقة في اللي قادم من أكتوبر زي الطريق الدائري والاتجاه إجباري من نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو. هنروح دلوقتي لمحافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط. أما لو وصلنا لكثافات مرورية هتبدأ تظهر عند أو مكملة من شارع المعلمين وبتبتدي تقل تدريجيا لحد الطريق الدائري في المحافظة. هناك كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم أو اللي خارج من محافظة أسيوط. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد بداية شارع 6. طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية للقادم من المحافظة ومتجه من القاهرة أو عبر الطريق الدائري الدولي، كمان الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في التوقيت ده. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، كمان في نشاط للرياح على بعض المناطق وشبوره كمان مائيه صبح بدري على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجه الحراره النهارده في القاهره 34 درجه، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 40 درجه. أعلى درجة حرارة أو أقل عفواً درجة حرارة في مطروح 30 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.